يحيى سلطاننا، 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 يحيى سلطاننا. يا سادة، أنتم واجهتم كل مصائب الدولة من قبل، وكنتم أول من يهاجم أعداءها، وقدمتم أرواحكم من أجلها، وفقدتم أولادكم، وبعد ذلك بقيتم بلا وطن ولم تجدوا مرعا ولا كلاء. ورغم كل هذه المعاناة، السلطان علاء الدين لم يركم. وأنا أسألكم الآن، هل يجوز ألا يرى السلطان من يناصره؟ لا. هل يجوز أن يتنعم السلطان والناس يعانون؟ لا. والآن ألم يحن الوقت لتأخذوا حقكم؟ أجل. ألم يحن وقت اتباعكم لسلطان يليق بكم؟ أجل. الآن يجب أن تأخذوا حقوقكم، وقد جئت لهذا، وجئت لأريكم معنى العدالة ومعنى عطف الدولة. فليحيا سلطاننا، 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 فليحيا أرواحنا فداء السلطان، 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 أرواحنا فداء السلطان.